عليكم. وعليكم السلام. يما جات هيا. هلا بهيا وربحها. وش هالحالة اللي سيطرت عليكم مرة واحدة؟ ليه ما كلمتوني باللي حسيتوا فيه؟ بصراحة ما كنت متخيلة أشوف هالفقر عندنا. معقولة في ناس محرومين من كل شيء؟ ما عندهم ولا شيء؟ لا أكل لا شرب لا كهرباء لا موية ولا شيء ولا شيء يا نجلة. أنا مقهورة، كيف حنا عايشين وما ندري عن معاناتهم اللي عايشينها؟ أنا كنت عارفة إن في فقر وفقراء، بس بصراحة ما كنت أتخيل لهالدرجة. كنت أتوقع هاي تبالغ. أنا للحين مو قادرة أفوق من اللي كنت فيه، مو قادرة أنسى نظرة الطفلة الصغيرة اللي صرخت يوم شافت شنطة المدرسة، وخاصة عليها صورة باربي. صرخت وكأنها امتلكت الدنيا كلها، الدنيا اللي حنا عايشين فيها ولا حاسين بيها ولا حتى بقيمتها. عايشين مرفهين بكل تبلد. في ناس ذبحتهم الحاجة، كرمتهم تمنعهم من السؤال. هذول أكثر ناس أرحمهم وأخاف عليهم من الفقر. سرور، أعطيني أسماءهم عشان نضيفهم للقائمة. ترى والله يا ناس الدنيا بخير، والناس ما شاء الله عليهم قلوبهم مليانة بالخير. إحنا بس محتاجين نحن نرتب أمورنا وأنفسنا، وإن شاء الله كل واحد بياخذ اللي يستحق. Thank you.
ألو محسن، نام؟ طيب اسمع، أنت متأكد أنه لابس بنطلون أسود وقميص أبيض؟ زين اسمع، أبيك تطلع الحين وتأخذ المفتاح وتحطه بالسيارة. إيه الحين، يلا مع السلامة. بنات أنا لازم أمشي، أمي متصلة فيني 4 مرات ما أدري وش فيها، الله يستر. الله يستر والله أن أهلكم يرسلوا لي واحد بس علشان يثور فيني، والله أنكم تخبرتوا وأنتم مو ناقصين أخبار. تصبحون على خير. وش فيك عارف؟ شوي شوي. أنا مو عارف يا هيا. انزل انزل ولا زلمك ولا زلمك انزل. اهدى يا هيا، احنا بالشارع لا يسمعونك الناس يلتمون علينا وتصير فضيحة. وبعدين إذا نزلت الحين مين اللي بيوصلك؟ وين وديت السواق؟ لو مات هو سببك انت اللي تسببتيه على هالمسكين. قول لي وش سويت فيه؟ كل خير، بس لو اضطريت اذبحه عشان اخذ مكانه واسوق فيك مستعد اسويها. يا ربي يا الله، انت وش تبي مني؟ ليش كل الاصرار علي؟ لانك عجبتني يا هيا، عجبتني درجة ما عاد أشوف غيرك من البنات إلا أنتي، ما عاد أحس فيهم بس أحس فيك أنتي. أنا تولعت فيك وما عاد أقدر أشيلك من رأسي، أفكر فيك ليل ونهار. أتمنىك تصيرين زوجتي وام عيالي، بيتنا ما عاد اطلع منه، على امل اني المحك وانت طالعه وانت داخله. حياتي كلها صارت تدور في فلكك. اذريني، انا مضطر اسوي هالحركه لأني عجزت أوصل لك، وعجزت ألقى طريقة أوصل لك اللي أنا أحس فيه. هيا أنا مستعدة أتقدم لك وأخطبك اليوم قبل بكرة، مستعدة أواجه كل أهلي وناسي عشانك أنتي. وسبب منك شغلة واحدة، سمعيني كلمة اللي أبي أسمعها، قولي لي إن اللي في قلبك
ومثل اللي في قلبي. قوليها يا حياة عشان اطمن وارتاح واقدم لها الخطوة، وانا واثق انك تبيني مثل ما ابيك. وصلني البيت، وصلني العين، وما تقولي ولا كلمة. والله 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 انت تكلمت، بنزل من السيارة واللي يصير يصير. هيا ارجوك فهميني. ارجوك انت وصلني البيت ارجوك. اللي تشوفينه يا هيا. أكيد هذا مجنون ولا يتعاطى شيء. الله يكفينا الشر، ما في عاقل يسوي اللي سواه. أنا وش أسوي الحين؟ وين أروح منه؟ طيب وش معنى أنا يا نواف؟ وش تبي مني؟ روح شوف لك واحدة من ربعك ولا من مستواك. أنا قروية ما أصلح لك، لا أنا ولا أهلي يناسبونك. صحوه خلوه يروح بيتهم. قول له قول له انكم وصلتم هيا بعد ما رفض يصحى. سم طال عمرك، ولا ابي احد يدري باللي صار، مفهوم؟ ان شاء الله طال عمرك. خلاص يا بنات، حنا لازم نفوق من الحالة اللي حنا فيها. أنا خلاص مليت، يعني مو معقولة صار لنا ساعتين على هالحالة. حتى الحكي اللي كان ما يغيب عن هالمكان اختفى حسه وصوته. Oh my God، أنا ماني قادرة أتصور إن في ناس ما تفصلني عنهم إلا كم من كيلو، وهذه حالتهم وهذه عيشتهم. ماني قادرة أسكت ولا قادرة أريح ضميري اللي ثار مرة واحدة يوم شفت هذه الناس، وشفت فقرهم، وشفت حاجتهم، وشفت الذل اللي سكن قلوبهم وبيوتهم. معقولة؟ معقولة الحياة بكل جنونها وبكل صخبها نستنا وشغلتنا عن أهم جزء في حياتنا اللي هو إنسانيتنا؟ ساعة أندم إني رحت هناك وشفت هالجانب من المدينة. كنت أتوقعها تحدت بناسها وكرمهم وخيرهم، خط الفقر ألغت هالتبيان بين الناس. وساعة أقول الحمد لله أني رحت وشفت اللي شفته علشان أتحرك وسوي شيء. حنا نتبرع كثير يا نجلة، وكثير من الناس اللي الله مغنيهم يتبرعون
وهذا أحلى ما فينا. بس المشكلة وين تروح الفلوس اللي نتبرع فيها؟ والفقر منتشر بهالشكل. هذا اللي كانت هي تبي توصله لكم، تبيكم تحسون بالناس وبمأساتهم، تبيكم تشوفون ظروفهم وتعيشونها لو لحظات، علشان تحسون بالمسؤولية اللي أهملتوها سنين. تعرفون إن صداقة التكاوي مستحيل تكون بالدور الإنساني اللي ضاع بغيابكم مشاركتكم الحقيقية بهالفعل الإنساني؟ أوكي، you know what؟ أنا لقيت لكم الحل المناسب، ويا رب يا رب يطفي النار اللي في قلبي واللي في ضميري. listen، وش رايكم نسوي حملة ضد الفقر؟ ونبدأ بالفيسبوك وتويتر ونجمع أكبر عدد ممكن من المتبرعين والمتطوعين، ونسوي إحصاء كامل على كل الفقراء ونحطهم في جروبس زي اللي سوت هيا، وكل جروب يكون له مسؤولية على حاجة أو عدد من الأسر. And I'm so sure أن هذه الحملة راح تكون لها نتيجة مفيدة وحلوة، وأكيد كل الشباب والبنات راح يشاركون فيها. What do you think؟ أنا شايف أنك تدورين على حل ينتشلهم من هالفقر والحاجة يا الجازي، حل يوصون لهم كرامتهم وإنسانيتهم. ما فهمت يا سرور. سرور قصدها إن هذول الناس محتاجين الدخل الثابت، محتاجين يشتغلون ويأمنون أنفسهم ويحسون بذاتهم، محتاجين مشاريع تحتويهم وتعطيهم فرص إنهم يعيشون كرامة بعيد عن ذل الحاجة وانتظار خير بقايا هالناس اللي سجوعهم وجوع أولادهم. بس هذا أكبر مننا ومو بإيدنا يا سرور. ترى مو سهل زي ما تتخيلين، إذا هيا وأريج الواصلين واللي عندهم علاقات ما قدروا يحققون حلمهم بمشروع ممكن يحقق لهم من الأمان لهم ولغيرهم، شلون راح نحققه للعالم؟ بنات سرور مع حق، حنا لازم نتحرك ونسوي شيء، وبأقرب وقت لازم نوصل كل أصوات الناس. وش رأيكم نناقش كل الحلول المتاحة ونشوف وش هي الأنسب عشان على الأقل نقدر نحل ولو جزء بسيط من هالمشكلة؟ وأنا متأكدة بجهودنا المتواضعة والبسيطة أكيد راح نقدر نحل هالمشكلة، أو على الأقل راح نحط الأساس ونثبت للكل أن المجتمع له دور، مثل ما المسؤولين لهم دور، مثل ما المسؤولين لهم دور. مساء الخير يا حي. ليه يا بنيتي ما مريتي حجرتي يوم جيتي؟ كنت انتظرك. ماما انا جيت غرفتي بسرعة عشان اصلي، يعني خفت لا تطوفني الصلاة. يما وش فيك؟ متصلة علي 4 مرات علشان ارجع، ليكون ابوي سوى شيء ثاني؟ خلاص يا بنيتي، أبوك سوى اللي سوى، وش ما يجي منه بعد هين وما عاد يأثر فيني. هالمرة يا بنيتي الأمر يتعلق بأخوك. وش سوى بعد؟ الرجال يا يما من قلب حاله، ما عاد صار إبراهيم اللي أعرفه واللي ربيته بنفسي، صار يمشي أعمى البصر والبصيرة، ولا أمرنا لمرته مايا وهي المتحكمة في كل شيء وكأنها ولية أمره. يما الله يهديك، ما قلت شيء جديد، إبراهيم من تزوج وهذا حاله. الجديد اللي اكتشفته إنه كاتب هالبيت باسمها، يعني هالبيت والمكان يا يما صار ملكها، يعني أي شيء نسويه وما يعجبها ممكن تطردنا من هالبيت. أخوك يا هيا ولا أمرنا لمايا وهي المتحكمة في كل شيء، وصار بيتي ملكها يا يما. تطمني يما، مايا تبي بيت ثاني، انا سمعتها يوم طلبت من ابراهيم. ايه هذاك اليوم يوم كنت احاول اقنعها انه يشتري هالبيت من عند ابوي. شكلها يا يما راجعت نفسها ولقت هالبيت احسن لها، خالك اليوم شاف الصك عن كاتب العدل بعينه. يا ويلي من جدك يما؟
وين بنروح إذا طردتنا؟ روحي يا يمه البيت رجلك، أهم شي عندي ما يجيك شي ولا تنذلين ولا تبهدلين على إيدين أخوك ومرته. بيت رجلي؟ خالك مكلمني يا يمه علشان يخطبك لولدي عبد المحسن، يبيكم يا بنيتي تتزوجون وتروحون مع بعض لكندا علشان تكملون دراستكم هناك. وش سالفتها اليوم؟ صحيح يا الجازي ما كملت لنا، وش صار بالسوبر ماركت يوم شفتي عبد العزيز؟ واو يا حلوة، والله لو كنتوا معي كان شفتوه شلون صاير، سو كيوت. يوم شفته بغيت انهبل، بس لو ما كانت معي هذه هيا كان ضاعت كل علومي. هيا هذه أمنا خربت كل شيء وسيطرت على كل الوضع قبل لا أتهور. الحمد لله يا رب. انتو من جد حالتكم صعبة. بعدين يا الجازية وين راح الثقل؟ وش صار لك؟ لا تقولي يا حبيبتي، انتي لو كنتي مكاني يا أثقل وحدة في الرياض كلها كان قلبك كذا يخفق تك 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 وضعت كل سوالفك وعلومك. الجازي تكفين، قولي لي ايش حسيتي فيه؟ حسيتي ان حبيتي؟ حسيتي ان الاشياء اللي قدامك والناس اللي قدامك كلهم اختفوا وما بقى لهم؟ حسيتي ان دقات قلبك ويدك ترجف وودك هاللحظه ما تنتهي؟ اوبا الله يستر عليها. شكل اللي حصل للجازي بيهيضها وبيخليها تدور على جو جديد. انا شايفه يا نجله انك تحطين عينك عليها اليومين، ترى مو ناقص مشاكلها. بصراحة اللي صار مع الجازي بيهيطنا كلنا، في حد يحصل له يقول له لا؟ انت صرتي مثلهم يا سرور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انتم متلياتها معكم. على فكرة بنات، أنا عندي إحساس إن نجلة بتطيح في طيحة قوية وعلاقة حب جامدة، ولا تقولون؟ الجازي وين قالت؟ تحلمين. شو قالك يا عبد العزيز؟ ما سألتي عن زوجته؟ لا، بس شفتهم يتكلمون مع بعض في الفيسبوك وتويتر. صدقون؟ أنا ما أدري شلون خليته لها، أحس إني غبية وهبلة ما عندي سالفة. صح لسانك. يما تحشيتي؟ لا يا بنيتي ما اشتهي. أجل بروح المطبخ وبنسوي شيء خفيف علشان طالع الحلقة الأخيرة من مسلسلك، أكيد ما شفتي، بعيدونا بعد شوي. خالك كلمني أول ما بدأ المسلسل. يا الله خالي كله كذا، ما يتصل إلا في الوقت الغير مناسب، لكن ولا يهمك بنتابع الحلقة مع بعض والله. يا رب كذا البطلة تتزوج حبيبها ونخلص من مشاكلهم اللي صاروا لها 100 حلقة. يا
هل الواحد ناقص مشاكل علشان يعيش مشاكلهم؟ 100 يوم واحنا نتابع مشاكلهم. الله وين نفسي؟ ايش تتحمل وايش تخلي؟ لو اني داري ان هذا اللي بيصير علي حالنا، ما قسيت عليك وظلمتك وكسرت شوكتك، يا ليتني حميتك من جبروتهم وقسوتهم، يا ليتني ما ربيت كل هالقوة في قلب إبراهيم وعطيته الإحساس بأن الأهم والأولى بالاحترام والدلال. يا خوفي إن اللي قاعد يصير فيني حبتك يا بنيتي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وين ماما يا سرور؟ ما بعد جات من عزيمتها، وش تبين بها؟ ما شيء، بس أبي أحكي لها عن اللي شفته اليوم، أبي أوصلها كذا إحساسي وحيرتي وأخذ رأيها في كل حلول اللي بقترحها. وتتوقعينها بتتفهم؟ والله يا سرور كل واحد له قلب ومشاعر، أكيد بيتفهم الوضع وبيندفع بنفس قوة اندفاعي عشان يسوي أي شيء وينتشل هالناس من الوضع اللي هم عايشين فيه. بس ماما مستحيل تتفهم هالشيء، ومستحيل أنها تعرف وش أبي أنا إلا إذا راحت معنا وشافت بعيونا اللي شفناها اليوم. تصدقين يا سرور؟ أحس أن الكلام مهما كان مؤثر ما رح يكون بقوة تأثير الواقع والصورة. هنا المشكلة يا الجازي، الناس المبسوطين والمرتاحين يكتفون بتقديم فلوسهم أو أي تبرع وهم في قصورهم أو بيوتهم الرفاهية، كأنهم يحمون أنفسهم من مناظر ما تتحملها نفسيتهم. لو كل غني أو مقتدر سوى اللي سوته اليوم، مستعد أقسم لك على المصحف ما بقى في ديرتنا أحد فقير أو محتاج.